حدا حتى الان تمشي كره امامي حميده حداد. كره في وسط ميدان، كان عندي يقين بان انس سيقوم بمباراه كبيره من البدايه. انا قلت هذا الكلام، هذه دائماً تحت الجزائر. دخل سند حذاري من متابعه الكره الثانيه، حذاري من الكره الثانيه، حذاري من الكره الثانيه على مشارف منطقه الجزائر. كره تبعد ليلتماس مباشره لعناصر نادي مازيمبي الذي يكثف من حملاته في هذه اللحظات لانه يعرف ان الوقت قريب من الانتهاء. هذه العرضيه بدر بنون يدخل بالراس مره اخرى، طرف الى الهجمه. هاي كرتكم، هاي كرتكم، هاي هجمتكم، هاي كرتكم، هاي هجمتكم. حميد حداد يطرق مع سفيان، سفيان الرحيمي، سفيان ماذا سيفعل؟ سفيان يرفع هذه الكره ورجاوية أمام فرصة وضرب سوداء.